بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم محمد سعيد. في الفيديو ده هنتكلم عن اسئله الانترفيو لشغل الترانسميشن. زي ما اتفقنا قبل كده، شغل الترانسميشن اربع فروع: مايكرويف، اوبتيكال، اكسس، اي بي. هنبدا في الفيديو ان شاء الله نتكلم على فرع المايكرويف اللي هو اول فرع. فرع المايكرويف من اهم الفروع اللي بنشتغل فيها في الترانسميشن. هدفنا الاساسي في شغل المايكرويف حاجتين: يا اما نشتغل في الفيلد، يا اما نشتغل في الاوبريشن او النوك. شغل الفيلد كله بيبقى حاجه من الثلاثه: يا اما انستليشن، يا اما مينتنس، يا اما ريكتيفيكيشن. انستليشن يعني انا بعمل تركيب للايكويبمنت، بركب بلكات المايكرويف سواء الكباين سواء الاوت دور يونتس اللي هي الدش والراوه، وببدا ان انا اوصل الكيبلز اللي هي ممكن تكون نحاس وفايبر، وببدا بعد كده اعمل لوجن على السيستم واعمل الكونفيجريشن واقوم السايت. طيب الجزء الثاني اللي هو الصيانه او المينتنس، ده بنسميه الاف ام او السي ام اللي هو الكوركتيف مينتنس. انا هنا هدفي ببقى مهندس صيانه، يعني لو في اي مشكله في السايت ببدا ان انا اتحرك عليها واحاول احلها. طيب المشكله دي بتكون ايه؟ بتكون الارم، في مشكله في السايت، الارم هاي تمبريتشر، لوس اوف سيجنال، لوس اوف فريم، لينك في بيت ايرورين، في السيجنال سترينث ضعيفه، في اي مشكله في السيجنال. الجزء الثالث اللي هو ريكتيفيكيشن اللي هو بنسميه نون سيرفيس افكت، يعني حاجه ما بتاثرش على السيرفيس بس ضد الستاندرد. يعني ايه؟ يعني مثلا كابل جراوند مش راكب في السايت، ليبل مش محطوط على كابل. ودايما شغل الريكتيفيكيشن ده بيبقى قبل تسليم السايت، او السايت كان هيتسلم، كان داخل في مرحله الاكسبتنس وبدا ان هو يبقى عليه سناج يعني مشكله. احنا بقى بنحل السناجات دي او بنعمل سناج كليرنس او سناج كلير، بنحل السناجات دي بنعملها كلير. طيب ده الشغل. شغل الاوبريشن او النوك بيبقى حاجات كتير قوي: ترانسميشن بلاننج، ترانسميشن حاجه في البرفورمانس، باك اوفيس، فرونت اوفيس، انتجريشن، تاك تيم، جي اس ار سي، تيمات كتيره قوي تابعه للترانسميشن في الفندور والاوبريتور. الفندور اللي هو اكسون وهواوي ونوكيا وزد تي اي، والاوبريتور اللي هو فودافون اتصالات واورنج وي. في شغل تاني في الترانسميشن اللي بنسميه انتربرايز. الانتربرايز اللي هو الشركات اللي هي نون كارير. يعني ايه نون كارير؟ يعني الانتربرايز اللي هو الشركات زي مثلا شركات البترول، الوزارات، الهيئات، المصانع، الهيئات الحكوميه، الحاجات دي كلها بنسميها انتربرايز. طيب ده شغل الترانسميشن بالنسبه للمايكرويف، زيه بالظبط بالنسبه للاوبتيكال. في شغل زيه بالظبط بالنسبه للاوبتيكال، وفي زيه بالنسبه للاي بي والاكسس. طيب ايه الفرق بقى ما بين الاربع اجزاء؟ ايه محاور الاسئله اللي بتسال فيها في الاربع اجزاء دول؟ مبدئيا على مستوى مثلا المايكرويف، لو هنتكلم على مستوى المايكرويف هنلاقي ايه محاور الاسئله: البي دي اتش والاس دي اتش. دول البروتوكولات اللي بنستخدمهم في نقل الترافيك بتاع الترانسميشن في المايكرويف، بي دي اتش والاس دي اتش. بنلاقي اسئله في النتوركينج اللي هو مكان الشبكات. الناس اللي هتشتغل في المايكرويف لازم تذاكر النتورك كويس. وبعد كده بنلاقي بقى الار اف مايكرويف انجينيرنج. يعني ايه؟ يعني اسئله المايكرويف نفسها كسيجنال، كترانسميشن في سيجنال المايكرويف. يعني هيسالك مثلا في الاجزاء اللي تخص البولاريزيشن، الاكس ميك تكنولوجي، انواع الانتنز، السيجنال لوسز، الحاجات اللي تخص الترانسميشن بتاع الاشاره في المايكرويف نفسها. بعد كده الهاردوير اللي هو الاكويبمنت بتاعت الترانسميشن في المايكرويف. وطبعا اشهر ناس اللي هي اريكسون وهو اريكسون. بتعمل اكويبمنت اسمها ترافيك نود و6600 6600 ترافيك نود سيريز او فاميلي، من كمان اسمها ترافيك نود وفاميلي تاني من كمان اسمها 6600. هواوي بتعمل حاجه اسمها ار تي ان، ودي في منها انواع كتير، اشهرهم ال 900 وال 600 وال 300. اكتر حاجه مستخدمه هي ال 900 ال 900. طيب بعد كده السوفت وير. السوفت وير اللي هو شغل السوفت وير في الكونفجريشن،
او الترابل شوتنج. يعني السوفت وير ده في منه جزئين، في جزء حاجه اسمها لوكالي وحاجه اسمها ريموت. يعني لو انا عايز اعمل لوجن وكونفيجريشن من جوه السايت انا كده لوكال بستخدم سوفت ويرز زي ويب اكس تي مثلا، لكن لو انا عايز اعمل لوجن ريموتلي يعني من النوك يعني عن بعد انا مش موجود في السايت بستخدم سوفت ويرز ثانيه زي مثلا فهواوي الدي 2000 والان سي دي. في اريكسون لا، اريكسون الموضوع مختلف، في حاجه اسمها السايل وفي حاجه اسمها الميني لينك ترافيك نود. الميني لينك ترافيك نود ده في السايت، والسايل اللي هو السيرفر اللي باللوجن بيه ريموت. فبالنسبه لاريكسون هنلاقي السايل والميني لينك كرافت، لكن بالنسبه لهواوي هنلاقي الويب ال سي تي وهنلاقي ال 2000 او الاحدث منه اللي هو ال سي نتورك كلاود كونكشن. ده ملخص سريع لمحاور الاسئله في المايكرويف. هعمل فيديو تاني ان شاء الله عشان ما اطولش في الفيديو ده، هتكلم فيه بقى بالتفصيل عن الاسئله نفسها، ايه هي الاسئله، وبعد كده نبدا نجاوبها مع بعض ان شاء الله. سلام عليكم.